بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الوصول إلى الكنز تطبيقا على درس من أنا. وطبعا لأن الجميع يريد أن يشارك ليصل إلى الكنز، وإذا اخترت واحد الثاني يزعل، لذلك سنختار عن طريق أعواد المثلجات. تعال يا بلال، وانت تغمض عينيك واعطيني ثلاث أعواد نشوف الثلاثة مين. عبد الله، أحمد، سلطان. الوصول إلى الكنز معنا الآن ثلاثة أبطال: أحمد وعبد الله وسلطان، يريدون أن يصلوا إلى الكنوز الثلاثة. نريد التركيز، عندنا ثلاثة آخرون سنختارهم بعد هؤلاء بالورع برضو. في الاستراتيجيات الماضية تحدثنا عن قراءة الكلمات والكلمة ومعناها وهكذا. الآن سأسأل لأرى الفهم، من أي شيء تصنع السلال في هذا الدرس؟ أحمد، نصنع السلال من ماذا؟ من جذع النخلة أم من سعفها أم من بلحها؟ هنا اي شوف، هنا من هنا يصنع، كما استخدم نقط في صناعة السلال. يبقى تصنع من السعف ام من الجذع ام من البلح؟ من السعف. طيب، يستخدم الجذع يا عبد الله، يستخدم الجذع في صناعة عبد الله، يستخدم جزع النخلة في ماذا؟ ها، أنا ما أريد البناء، أقول صناعة ماذا؟ صناعة الكوكب. ألا؟ الكوكب. اسمع يا بني، الكوكب. اقرأ زين. لو ما قرأت خط، لو قرأت مرة أخرى خطأ ستخرج وأستبدلك بواحد آخر. أريد منك التركيز في القراءة، انتبه، أمامك الكلمة آخر مرة. الكواربة. اسمها إيه؟ الكواربة. القواربة. يبقى تستخدم جزع النخلة في صناعة القوارب. القوارب. سلطان، هل تعرف القارب؟ ماذا نصنع فيه؟ نركب فين؟ في البر ولا الماء؟ تفضل. خلاص؟ في هذا السطر يا أحمد، في هذا السطر: ثمار لذيذة الطعم ومفيدة للجسم يحبها الصغار والكبار. هنا كلمتين متضادتين عكس بعض في هذا السطر، في كلمتين عكس بعض، ما هما؟ اجلس يا براء. هنا ثمار لذيذة الطعم ومفيدة للجسم يحبها الصغار والكبار. عاوز كلمة أيوة، الصغار والكبار متضادتين يعني عكس بعض. في هذا السطر يا عبد الله كلمة مفرد وجمع، يقول أنا نعمة من نعم الله، فمن أكون؟ ما الكلمة المفرد وما جمعها؟ المفرد وما جمعها. ما الكلمة؟ ها؟ نعمة وجمعها نعم.
نعم. نعمة جمعها نعم. أحسنت. فمن أكون؟ بتقول أنا نعمة من نعم الله. فمن أكون؟ من تكون؟ من هي التي تتحدث؟ أيوة، عن أي شيء تتحدث؟ اسمع يا راجل، نورة كيف بتتكلم عن مين؟ اللي بيصنع منها السلال والقوارب وجذعها سميك و ها؟ شجرة ايه؟ تتحدث عن شجرة ماذا؟ النخلة يا رجل. ايوة كده، ركز معي. السؤال الثالث والأخير لأما تنصل إلى الكنز، لأما تنصل إلى الكرسي، ونسيب الجوائز لغيرنا. خلاص خلاص خلاص، اقرأ هذه الكلمة يا أحمد. المكتبة. أريد المثنى. مثنى المكتبة. مكتبتان. المكتبتان. وصلت إلى الكنز. افتح كنزك. ما شاء الله ما شاء الله. وأحمد هو الذي تبرع بالجائزة وقد حصل عليها، فكافأه الله بجائزته. الآن عبد الله، أنا سامع واحد بيتكلم. اقرأ هذه الكلمة يا عبد الله. أسبوع. أسبوع. أريد المثنى من أسبوع. 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 أسبوعان. أسبوع. أسبوعان، ما أسبوعتان. أسبوع. سؤال ثاني، ركز. ما هذه الكلمة؟ المعلمة. أريد المثنى. المعلمتان. تستحق أن تصل إلى الكنز. افتح كنزك. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز ممتاز. طيب خلاص، معنا الآن سلطان. خلاص، اقرأ هذه الكلمة يا سلطان. زميلتها. زميلتها. ما مفرد زميلتها؟ زميلة. تفضل، جائزتك ماذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب نختار ثلاثة تانيين عشان ما نزعلهمش. هو بلال زي ما هو، تعال يا بلال، غمض او دور وشك وخديني ثلاثة. ها ثلاثة. اجلس يا احمد. يا ترى من سيكون؟ هتان، براء، عبد الملك. هتان، براء، وعبد الملك، وهتان. بسرعة بسرعة. ها الابطال. الجوائز صحيح. خذ يا احمد، حط حط جوائز هنا، جوائز اهي، حط هنا في العلبة دي. بسرعة بسرعة، غطي غطي غطي. ها غطي غطي. بسرعة الجوائز. ها مستعدون؟ خلاص خلاص يا فهد. اقرأ هذه الكلمة يا براء. أحمد ارجع. الشجرة. الشجرة. أريد المثنى. تفضل، أول خطوة. اقرأ هذه يا هتان. تلميذاتي. ركز يا هتان. اقرأ زين، انظر إلى الكلمة. ها تل. ها تل مي. اسمها لا خطأ. روح يا هتان. تعال يا سعود. تعال يا برا مكانك. سعود
اقرأ هذه الكلمة. ها روح يا سعود، تعال يا ريان، اقرأ يا ريان الكلمة. ها بسرعة بسرعة، اجلس يا ريان، تعال يا بلال، يا بلال لا خطأ خطأ، روح خلاص خلاص يا بلال، يلا خطأ، اجلس، تعال يا ليس، ما في حاجة اسمها قاعد تلعب وما انت عارف لسه. تلميذة، تلميذة، لا لسه ما سألتك السؤال، ما جمع، ما جمع تلميذة؟ تلاميذ. لا تلميذة، تلميذات، تفضل عبد الملك، اقرأ هذه يا عبد الملك، ممنوع الكلام. المكتبة، مثنى المكتبة، تفضل براء، اقرأ هذه الكلمة. أمام، مضادها، تفضل ليس، اقرأ هذه الكلمة. طلبت، تفضل عبد الملك. نورة، براء، السؤال الأخير، الأخير لابد أن يكون صعب. اقرأ هذه الكلمة. صباحي، ما مضاد صباح؟ أو ليلة، أو أذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. تفضل يا، لا هو قال الليل تمشي، يلا ما في مشكلة الآن خلاص. اقرأ هذه يا خلاص، القرآن خلاص خلاص، حظك ممتاز. عبد الملك، تفضل يا عبد الملك. ها ما يسمع شيء يا سلطان. ها وقت تاني يا ابن، يا ابن عيب، عندك خطأ وهترجع لو ما ركزت. عندي سكون، اقرأ ازاي تاني؟ ها بسرعة يا عبد الملك. و ما نسمع شيء، تعال يا ريان، اوفن قول تاني. ها اجلس يا عبد الملك، من لسه ما شاركش؟ تعال فراج، اقرا هذه الكلمه. خطا خلاص خلاص، تعال يا بلال، ها قولها. واكلي، عندك سؤالين تانيين حتى تصل الى الكنز، تقدم خطوه، اقرا هذه. آخر كلام، الراء عليها فتحة، افتح، تفضل يا فهد. ها افتح الراء، افتح الراء، افتح الراء، خطأ خطأ، قل يا تاء، أخضر أخضر. إذن الكنز الثالث لم يصل إليه أحد، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.